شهد معرض أهلا رمضان بمحافظة الدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع الغذائية واللحوم والدواجن وكافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة. ومن جانبه أكد محافظة الدقهلية استعداد المحافظة لافتتاح معارض أهلا رمضان بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة لتوفير مطلب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة. والله أنا بدعو كل واحد محدود دخل يجي المعرض ده، هذا معرض من ضمن الموجود على مستوى جمهورية مصر العربية، ونشكر الرئيس في المواضيع دي كلها. وأنا بطلب من أي محدود دخل، أي موظف، أي معاش، أي محدود دخل في جمهورية مصر العربية، المعارض مقيمة 3 أشهر أهل رمضان، تفك زنقة كبيرة على محدود الدخل، وكل حاجة الأسعار اللي فيه كل الشادر كله أسعار مرتاحة جدا وأكتر من الخيال، وتخفيضات رهيبة جدا. احنا عندنا هنا جميع الأسعار، وعندنا تخفيضات وصلت ل 25% في الأسعار، وبنحاول على قد ما نقدر نوفر جميع المنتجات لجميع للناس كلها عشان نقدر نواجه الغلاء اللي موجود في البلد. الأسعار هنا كويسة وحلوة عن الأسعار خارج المعرض، ودي حاجة كويسة للمواطنين هم يجوا ياخدوا مستلزماتهم على قدوم شهر رمضان.